ومعنا من الرياض سفير وخادم الحرمين الشريفين في كندا نايف بن بندر السديري. مساء الخير سعادة السفير. أبدأ معك سعادة السفير، يعني بعد القرار هل بدأتم بتسريع الإجراءات للمواطنين سواء دراسة أو عمل وغيرها؟ تفضل سعادة السفير. مساء النور أخ إسماعيل، أهلا بك، ومساء الخير للسادة المشاهدين أيضا. نعم، بدأت كافة الإجراءات المتعلقة لأبنائنا المبتعثين والمبتعثات إنفاذ التوجيهات الصادرة من الرياض، ولا شك أنه القرار كان قرار حكيم وفي محله لما يخدم مصالح المملكة. وأود أن أنوه هنا أنه في السابق في أكثر من مناسبة عبرنا الكنديين عن رفضنا واستياءنا لأسلوب الإملاءات الذي ينتهجونه، ولكنهم لم يكونوا الحقيقة في بالمستوى الذي كنا نعمل فيه. وحلمنا وصبرنا السياسي له حدود، وعليهم الآن تحمل تبعيات إصدار مثل هذه التصريحات المخالفة لكل المبادئ والأعراف الدبلوماسية. نعم، طيب سعادة السفير، يعني بعد صدور البيان هل كانت هناك ردات فعل كندية؟ سعادة السفير؟ لا شك أنه تلقيت عدد كبير من الاتصالات من مسؤولين ورجال أعمال ونخب من المجتمع الكندي تعبر عن استيائها واندهاشها من ما صدر من حكومتهم، وأعتقد أنه في الأيام القليلة القادمة سنشاهد مزيد من مثل هذه الاعتراضات. نعم سعادة السفير، يعني الآن أو قبل قليل آنت الخطوط الجوية العربية السعودية قف فوري لجميع رحلاتها، وبالطبع اعتبارا من الاثنين المقبل. سؤالي هنا سعادة السفير، سيكون هناك إجراءات جديدة مثل هذا الإجراء؟ هذه إجراءات قادمة، يعني لا أعرف إذا كانت مثل هذه سيصدر مزيد من الإجراءات، ولكنها غير مستغربة ومتوقعة، ولكن حتى الآن هذا ما لدينا من توجيهات، وإحنا أنا وزملائي في السفارة والمكاتب التابعة لها نقوم بتنفيذ هذا أسرع وقت ممكن إن شاء الله. نعم، كان معنا من الرياض سفير وخادم الحرمين الشريفين في كندا نايف بن بندر السديري. شكرا جزيلا لك سعادة السفير على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل أيضا.